لماذا لا نكفر الأشاعرة مع أنهم ينفون صفات الله؟ هو إذا عرفنا أن هذا الذي ينفي صفات الله عنادا وكبرا وجحودا هذا كافر، لكن هؤلاء الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام هؤلاء قصدوا تنزيه الله سبحانه وتعالى، ما قصدوا التحريف، هم قصدوا التنزيه. نعم أخطأوا في هذا وضلوا عن الصحيح، لكن لا يكفرون بهذا، لا يكفرون، إنما يخطئون ويبدعون، يقال أخطأوا في هذا الأمر، لكن لا يكفرون لأنهم نيتهم تنزيه الله سبحانه وتعالى.